هذا وأفادت مسودة اطلعت عليها رويترز بأن حركة حماس اقترحت خطة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل من 3 مراحل مدة كل مرحلة منها 45 يوما. تتضمن الخطط مبادلة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بالأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وتبادل الجثث والرفات. 24 يوما بعد 100 وما زال الشعب الفلسطيني في انتظار بارقة أمل تضمد جراحه وتمنحه يوما جديدا لحياة بلا فقد أو تهجير. من أجل تلك اللحظة طرحت مصر إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف إطلاق النار وتكثيف الدعم الإنساني للأشقاء العزل ومن ثم إعادة الاستقرار والسلام للمنطقة. الإطار المقترح وافق عليه الجانب الإسرائيلي وردت عليه حركة حماس بمسودة وثيقة تتضمن مقترحاً لتفاصيل الهدنة. فبحسب المسودة والتي نشرت وكالة رويترز للأنباء بعض تفاصيلها، طالبت حركة حماس بتنفيذ الهدنة على 3 مراحل. وفي هذا الإطار تمتد المرحلة الأولى لنحو 45 يوماً لتبادل الأسرى والإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين لديها من غير العسكريين وتسليم المساعدات، على أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية. كما اقترحت حماس إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في تلك المرحلة لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام بالقطاع. أما في المرحلة الثانية بحسب المسودة فاقترحت حماس أن يتم فيها إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، على أن تتضمن المرحلة الثالثة تبادل الرفات والجثث خلال هدنة أخرى مدتها 45 يوما، وإلى أن يتفق الطرفان من جديد وتنطفئ نار العدوان. تواصل مصر جهودها الكثيفة على مدار الساعة من أجل الحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة حتى تعود الأرض لأصحابها وينتصر الحق ولو بعد حين.